شارع عبد العزيز، ممكن جدا اكتفي بالكلمة والجملة دي عشان تكون بداية ومقدمة لحلقة النهاردة اللي هنزور فيها الشارع المهم والشهير ده في وسط البلد. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة في الشارع الشهير، شارع عبد العزيز. احنا دلوقتي في شارع حمدي سيف النصر، وكان ورانا ميدان من الميادين الشهيرة في وسط البلد وهو ميدان الأوبرا، وداخلين على الميدان التجاري الشهير وهو ميدان العتبة اللي هندخل منه على مسار رحلتنا النهاردة، هو شارع عبد العزيز واللي بيمتد من ميدان العتبة لغاية شارع الجمهورية. شارع عبد العزيز شارع تاريخي وعريق جدا زي عراقة القاهرة الساحرة. هندخل من ميدان العتبة ومش هنكتفي بس بشارع عبد العزيز، لكن كمان هنزور الشوارع الفرعية من شارع عبد العزيز. هنتفرج على كم المحلات اللي بتبيع الأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها، هيكون شيء رائع جدا لكنه محتاج تنظيم زي ما هتشوفوا. احنا دلوقتي في ميدان العتبة واللي كان لينا فيه جولة مهمة قبل كده، والميدان ده كان اسمه ميدان العتبة الزرقاء وبعدين العتبة الخضراء، ودلوقتي اسمه ميدان العتبة. يمكن في الأغلب انت زرت المكان ده في يوم من الأيام عشان تشتري أي حاجة محتاجها. العتبة مش بس تجارة، دي فيها ثقافة زي سور الأسبكية المشهور، وفيها فن زي المسرح القومي العريق، وكمان الفن موجود في شارع محمد علي اللي موجود على شمالنا دلوقتي وهو من الشوارع الشهيرة جدا. بالفعل داخلين على مسار رحلتنا النهاردة، وعلى يمنا كان شارع الضبطية اللي موجود فيه سوق لبيع مستلزمات الكهرباء بجميع أنواعها، متفرع منه شارع العشماوي اللي كمان هو متفرع من شارع عبد العزيز وهنشوفه دلوقتي. دخلنا كده بالفعل على شارع عبد العزيز اللي هيكون فيه مسار رحلتنا النهاردة. ولو كنت بقى عايز تشتري تلاجة، غسالة، بوتاجاز أو حتى موبايل، عليك وعلى الشارع اللي احنا فيه دلوقتي. الشارع ده بيكون زحمة زي العتبة ليل ونهار. حاولت ان انا اصور في وقت مبكر من النهار عشان نتفرج على الشارع ده بشكل واضح. الغريبة والعجيبة ان الشارع اللي مليان بالمحلات اللي على يمنا وشمالنا اللي بتبيع الاجهزة الكهربائية كان بداية الشارع ده مدفن. ايوه زي ما سمعت كده، كان ساحة واسعة كده عشان يدفنوا الموتى. كانت الدنيا هادية جدا في الشارع ده الا في وقت دفن الموتى او في وقت الجنازات. فضلت الحكاية كده لغاية سنة 1870 وهو يعتبر تاريخ ميلاد الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. فكرة الشارع ان الخديوي اسماعيل كان عايز يهديه للسلطان العثماني عبد العزيز لما زار مصر في عهده. طبعا الخديوي اسماعيل شال بقى كل المدافن واحاط الشارع بالاشجار والزهور وعمل حواليه اعمدة انارة عشان يكون شكله حضاري قدام السلطان العثماني، وبعدين سماه كمان باسمه. رغم ان السلطان العثماني راح والخديوي راح، لكن شارع عبد العزيز فضل موجود ولسه ماشيين فيه دلوقتي، شاهد على عصر غريب من عصور مصر المحروسة. احنا دلوقتي على يمنا شارع رشدي الشهير جدا، وعلى شمالنا شارع شريف الكبير اللي هنزوره كمان شوية صغيرين، وعلى يمنا دلوقتي فرع من فروع عمر افندي المشهورة جدا جدا جدا، ويمكن هي اللي بدأ من خلال فرع عمر افندي ده بدأ الشارع يتحول للشارع تجاري بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. مع انشاء عمر افندي الفرع التاريخي ده كان سنة 1856، وكان اسمه الاول اوروز تيباك، وده كان ضابط مجري اسس سلسلة شهيرة لمحلات تجارية في عواصم كتير جدا حوالين العالم. فضل الاسم ده لغاية ما جه واحد غني مصري يهودي وغير اسمه لعمر افندي. شارع زمان كان فيه سينما أولمبيا وكانت من أقدم السينمات في مصر. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع عبد العزيز، وزي ما قلت لكم ويمكن مسافة شارع عبد العزيز هو مسافة قصيرة بتربط ما بين ميدان العتبة اللي احنا كنا فيه، وهنوصل منه لشارع الجمهورية، وبعدين طبعا عشان نتفرج بقى على الشوارع اللي موجودة على يمنا وشمالنا دي هنتفرج عليها من الداخل، وندخل كده دهاليز ودروب شارع عبد العزيز. هلف كده من جزء من منطقة وسط البلد نوصل لميدان محمد فريد، ومنه بقى نرجع تاني من شارع رشدي عشان نزور شارع شريف الكبير اللي لسه معدين عليه من شوية صغيرين، وندخل زي ما قلت لكم على دروب شارع عبد العزيز. احنا لسه ماشيين كده، وزي ما انتم شايفين الشارع يعتبر انتهى في الجزء ده، وداخلين منه على شارع عبد العزيز، من شارع عبد العزيز على شارع الجمهورية، وهيكون قصادنا مباشرة طبعا ميدان الجمهورية او ميدان عابدين الشهير، وهيكون قصادنا قصر عابدين الشهير جدا اللي فضل حكام مصر بيحكموا مصر منه فترة طويلة من الزمن. زي ما انتم شايفين طلعنا على شارع الجمهورية،
المبنى اللي في وشنا مباشرة، لو عدينا الإشارة وكملنا كده هندخل على ميدان الجمهورية، والمبنى البعيد ده هو قصر عابدين الشهير جدا. احنا هندخل دلوقتي كده بقى من شارع الجمهورية على شارع علي ذو الفقار، ومن شارع علي ذو الفقار هنرجع على شارع محمد فريد، ومنه لشارع رشدي، عشان نرجع تاني ونزور الشوارع الجانبية في شارع عبد العزيز. شارع علي ذو الفقار اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي امتداده اللي ورانا هو شارع حسن الأكبر أو شارع محمود سامي البارودي. الشارع ده بيربط ما بين ميدان باب الخلق، لو احنا رجعنا كده هنوصل لميدان باب الخلق، وماشيين دلوقتي على ميدان تاني، وهندخل على ميدان تاني وهو ميدان محمد فريد. زي ما انتم شايفين في محطة مترو موجودة قدامكم دلوقتي، يمكن باين علامة محطة المترو اهي، والمحطة دي هي محطة مترو محمد نجيب اللي نقدر من خلالها ان احنا نوصل لمنطقة عابدين ومنطقة وسط البلد. الجامع اللي موجود على شمالنا دلوقتي ده جامع الطباخ، والمبنى اللي على شمالنا دلوقتي ده هو مبنى محافظة القاهرة. احنا دلوقتي داخلين بقى على ميدان من الميادين الشهيرة زي ما قلت لكم، والتمثال اللي موجود في الميدان ده هو تمثال الزعيم الوطني الكبير محمد فريد. داخلين بالفعل كده على ميدان محمد فريد، بيطل على ميدان محمد فريد مجموعة من الشوارع. الشارع اللي في وشنا ده شارع محمد صبري أبو علم، وأقصى الشمال ده شارع محمد فريد اللي دخلنا له، وشمال شوية هو شارع البستان أو شارع الرئيس عبد السلام عارف. دخلنا بالفعل كده من شارع الزعيم الوطني محمد فريد، واللي لو كملناه على طول بعد تقاطعه مع شارع 26 يوليو بيكون امتداده هو شارع عماد الدين الشهير جدا اللي بيوصل بينا لغاية شارع رمسيس. زي ما انتوا شايفين احنا هنلف كده من شارع بقى الساحة اللي هيقابلنا يمنا دلوقتي او شارع رشدي باشا، وهندخل من شارع رشدي باشا على شارع عبد العزيز تاني، ومنه بقى لدهاليز ودروب شارع عبد العزيز، شارع شريف الكبير اللي بيربط ما بين شارع عبد العزيز وشارع محمد علي زي ما هتشوفوا كمان شوية صغيرين. زي ما قلت لكم من شوية الشارع اللي احنا بقينا فيه دلوقتي هو شارع رشدي باشا، وهو مشهور بتجارة الدراجات، وموجود فيه فرع ابو الجوخ الشهير جدا، وعدد كبير من المحلات اللي بتبيع الدراجات والعجل باسعار منافسة وباسعار ممتازة جدا. على شمالنا دلوقتي برضو مسجد الساحة الاسلامية اللي مشهور جدا في المنطقة هنا، ويمكن زي ما قلت لكم الشارع لغايه دلوقتي اهل عابدين واهل وسط البلد بيسموه بالاسم ده، لكن الشارع متسمي على اسم حسين رشدي باشا اللي كان رئيس للوزراء في مصر من سنه 1914، وعاصر بقى الخديوي عباس حلمي الثاني، وبعدين السلطان حسين كامل، وبعدين الملك فؤاد. يعني يمكن عاصر خديوي وعاصر سلطان وعاصر ملك. الراجل ده كان كمان رئيس للجنة أول دستور مصر سنة 23. موجود على يمنا دلوقتي مجمع محاكم عابدين الجزئية، وبيقابلنا يمنا وشمالنا شارع جمهورية اللي لسه كنا فيه من شوية صغيرين. هنكمل طريقنا كده في شارع رشدي باشا، وزي ما انتوا شايفين الدنيا بدأت تبقى زحمة شوية، طبعا الناس اللي بينقلوا المنتجات المختلفة والحاجات اللي بتتباع في معظم المحلات اللي موجودة في شارع عبد العزيز، أو حتى الشوارع الفرعية المتفرعة من شارع عبد العزيز. زي ما انتم شايفين المبنى بقى اللي على يمنا دلوقتي اهو بعد الارض الفاضيه دي هو مبنى عمر افندي اللي لسه كنت بحكي لكم عليه من شويه صغيرين. مبنى عريق جدا في وسط البلد، وبصراحه من المباني زي ما قلت لكم مبني من سنه 1856. طبعا انت عشان تيجي تزور شارع عبد العزيز، وعشان لو معاك عربيه هتلاقي صعوبة جدا في ان انت تركن العربية، فالافضل ان انت تركن في بعض الجراشات اللي موجودة في باب اللو، او موجودة حتى جراش التحرير، وتتمشى شوية عشان توصل لشارع عبد العزيز، لان حتى لو جيت للجزء ده صعب جدا ان انت هتلاقي الركنة في الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. الجزء ده بس يعني فيه كسرة صغيرة ناحية الشمال كده، وبعدين هندخل مباشرة كده من الشارع اللي احنا شايفينه ده وهو شارع شريف الكبير، والشارع ده هو اللي بيربط زي ما قلت لكم شارع عبد العزيز بشارع محمد علي. الشارع ده لغاية بداية التسعينات كان فيه تجارة الأساس المستورد الغالي، وكان زباين الشارع من الأثرياء، وبعدين اتحول لتجارة الأجهزة الكهربائية بكل الشوارع المتفرعة منه. زي ما انتم شايفين معظمها محلات لبيع الأجهزة، أو كلها محلات لبيع الأجهزة الكهربائية، سواء بقى زي ما احنا دخلنا هو على شارع، وبعدين هندخل منه على شارع تاني، على شارع تالت، دروب ودهاليز شارع عبد العزيز. ويمكن حاول ان لما تيجي تشتري من المكان ده ان انت تلف بقى في الدروب والدهاليز، زي ما انتم شايفين كتلاجات على كل لون، غسالات
حاجة شيء مراوح، شيء يعني حاجة رائعة جدا. حاول انت تلف بقى في الدهاليز والدروب دي عشان تعرف تلاقي اللي انت محتاجه بأسعار أقل. حاول تفاصل على قد ما تقدر، لأن انت بالفعل هتلاقي فيه فروقات في الأسعار بشكل كبير. يمكن كمان مع ظهور التليفون المحمول أو الموبايل في وقت من الأوقات، عدد كبير جدا من المحلات غير نشاطه لبيع التليفونات، لكن يمكن معظم ده موجود في الشارع الرئيسي وهو شارع عبد العزيز. لكن معظم الشوارع، المحلات اللي موجودة في الشوارع الجانبية اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي دي، هتلاقوها بتبيع الأجهزة الكهربائية، وهتلاقوا بقى في ميكس كده ما بين بعض المحلات الميكانيكية والسمكرية اللي موجودين في الشوارع، عشان برضو تخدم العربيات اللي موجودة في الشارع اللي بتنقل الاجهزه الكهربائيه. زي ما انتم شايفين احنا دخلنا كده في شارع محمد مجدي باشا، الشارع ده شارع اللي بيطل، او اللي لو كملنا في الشارع ده على طول هنطلع على شارع حسن الاكبر او شارع محمود سامي البارودي، ومنه بقى نرجع تاني على شارع علي ذو الفقار او شارع الجمهوريه. هنفضل ماشيين كده وبنتفرج كده على زي ما بوريكم كده دهاليز ودروب شارع عبد العزيز، لكن انا مش هكمل عشان الاتجاه، ويمكن هلف بقى بدل ما ارجع كده ندخل تاني من شارع محمود سامي البارودي كمان شويه صغيرين، لكن انا هلف كده وهرجع تاني من شارع محمد مجدي باشا عشان نرجع على شارع الشريف الكبير، ونرجع منه على شارع محمد علي، ووريكم كده الربط ما بين شارع عبد العزيز وشارع محمد علي وشارع بورسعيد وشارع حسن الاكبر. احنا دلوقتي بالفعل ماشيين كده ورجعنا تاني من شارع محمد مجدي، وزي ما انتم شايفين كده عدد ضخم جدا من المحلات اللي بتبيع الاجهزه الكهربائيه. طبعا هتلاقوا لو انت حبيت ان انت تيجي تشتري من شارع عبد العزيز، هتلاقوا في مجموعه من العربيات زي ما انتم شايفين كده اللي بتنقل الاجهزه الكهربائيه للمنطقه اللي انت محتاجها. طبعا هتقاول بقى صاحب العربيه او سواق العربيه يعني للسعر اللي انت عايز تدفعه. احنا مكملين كده في شارع محمد مجدي باشا، طبعا استكمالنا كده هنرجع تاني على شارع الشريف الكبير عشان نتفرج على زي ما انتم شايفين برضو بعض المحلات او الشوارع المتفرعة من شارع عبد العزيز، واللي مليانة زي ما انتم شايفين بمحلات بيع الاجهزة الكهربائية. نرجع تاني للخديوي اسماعيل اللي زي ما قلنا ان هو كان صاحب الفضل في انشاء شارع عبد العزيز والشوارع المتفرعة منه اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. يمكن الخديوي اسماعيل كان مهتم جدا بالسلطان عبد العزيز زي ما قلنا، وده لانه كان عايز يغير نظام الحكم، فبدل ما يكون من اكبر عيل من عيال محمد علي يكون في ولاده هو، وفعلا خلى السلطان يصدر فرمان بان وراثة العرش في مصر من عيال اسماعيل بس. بقى اسماعيل ليه استقلال في فرض الضرائب وتسليح الجيش، وبقى اسماعيل حاكم مستقل وتابع للخلافة العثمانية. ده كمان ام اسماعيل بعت لها السلطان العثماني اعلى وسام، وبقى اسمها الوالده باشا. يعني بصراحه شيء في منتهى العجب فعلا. رجعنا بالفعل كده لشارع شريف الكبير، ومن الشارع ده هندخل على شارع من الشوارع الشهيره جدا في مصر والشهيره جدا في القاهره الساحره العريقه، وشارع محمد علي، شارع الفن والفنانين. لكن احنا عارفين طبعا ان شارع محمد علي، شارع عماد الدين، برضو يعتبر من شوارع الفن والفنانين في مصر، وكمان شارع محمد علي ده من الشوارع الشهيره اللي هيكون لينا رحله في الشارع ده، وهنحكي بقى على تاريخ الشارع ده بشكل كبير جدا في رحلتنا. لكن النهارده احنا هنكمل رحلتنا او هنكمل حكاياتنا اللي ما بتنتهيش عن شارع عبد العزيز ودروبه ودهليزه. بس طلعنا كده اهو على شارع محمد علي، كان بس بشكل عام كده احكي لكم. شارع محمد علي ده زي ما انتم شايفين كنا شفنا بدايته واحنا داخلين كده من ميدان العتبه، كان على شمالنا واحنا داخلين على شارع عبد العزيز، والشارع محمد علي بيربط ما بين ميدان العتبه وبيوصلنا لغايه شارع بورسعيد. الشارع ده كان امتداده اللي بعد شارع بورسعيد، هو شارع دلوقتي متسمي شارع القلعه، لكن زمان كان الشارع بامتداده كده لغايه ما نوصل لغايه ميدان صلاح الدين او ميدان الرميله او ميدان القلعه، كان بامتداده اسمه شارع محمد علي. واللي يمكن الشارع ده انشاه محمد علي عشان يربط ما بين قلعه صلاح الدين او قلعه الجبل اللي كانت بتحكم مصر في وقت من الاوقات، وكان عايز يربطها ببيوت الامراء اللي كانوا في الازبكيه. على شمالنا دلوقتي طبعا المبنى القديم لدار الكتب المصرية ومبنى متحف الفن الإسلامي، والشارع اللي احنا شايفينه دلوقتي ده هو شارع بورسعيد طبعا اللي بيمتد من السيدة زينب بيوصل لغاية الزاوية الحمراء. احنا دخلنا كده في شارع سامي البارودي او محمود سامي البارودي الشاعر الكبير، والشارع ده طبعا معظم اهالي عابدين او مهالي وسط البلد بيسموه باسم شارع حسن الاكبر، وهو الاسم القديم للشارع ده،
وكان فينا لينا رحلة موجودة في الشارع ده، وحكينا بقى عن سبب التسمية القديم وسبب التسمية الجديد. زي ما انتوا شايفين احنا لسه ماشيين في شارع سامي البارودي، وهنرجع تاني لجزء من دروب ودهاليز شارع عبد العزيز. السور اللي على شمالنا دلوقتي ده هو سور قصر عابدين الشهير، والشارع اللي على شمالنا هو شارع جامع عابدين. معلش احنا هنقف بس في بعض العربيات اللي موجودة اللي بتنقل بعض البضاعة للمحلات السوبر ماركت او محلات الاجهزة الكهربائية اللي موجودة في دهاليز ودروب شارع عبد العزيز. هيرجع بس كده وهندخل كده مباشرة كده من الشارع ده اللي هو شارع باسم زقاق الشركة البلجيكية. احنا كده دخلنا كده، متفرج برضو كمان على شكل العماير القديمة اللي موجودة في كل أنحاء وسط البلد في القاهرة. بصراحة عماير رائعة جدا، محتاجة بعض الاهتمام وبعض الترميم عشان ترجع ليها زهوتها وجمالها اللي كان موجود من عشرات السنين. احنا دخلنا كده من الشارع ودخلنا تاني. بصوا شوفوا بقى الدهاليز الصغيرة دي، يعني طول ما انت بتتمشى كده هتلاقي اسعار اقل في الاجزاء اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. هو دي شارع محل اهو، مش معقول. انت اكيد لما بتيجي شارع لازم تكتفي فقط باصل الشارع ده، لكن لما تدخل على الشوارع الجانبية دي هتلاقي فيها اسعار اقل بنسبة كبيرة. يعني ممكن تلاقي اسعار اقل ب 400 و 500 جنيه عن السعر اللي انت جاي تشتري بيه من شارع عبد العزيز. دخلنا كده في شارع محمد حسن الشجاعي، وبنتفرج زي ما انتوا شايفين كده بقى على الشوارع الجانبية الجميلة جدا في المتفرعة من شارع عبد العزيز. وزي ما بقول لكم دي كلوز، فلو عايزين يعني اسعار اقل لفوا جوه شوية. بعد ما نلف شوية هنرجع لشارع شريف الكبير، ومنه بقى لشارع محمد علي في نهاية رحلتنا النهاردة. يمكن لو حبيت تيجوا شارع عبد العزيز، أقرب محطة مترو ممكن تجوها هي شارع محطة مترو العتبة، وتنزل في ميدان العتبة وتدخل منه في الجزء اللي احنا دخلنا منه. وممكن كمان زي ما انتوا شفتوا من شوية في محطة مترو محمد نجيب، يمكن كمان أقرب من محطة مترو العتبة في ليه، عشان توصل لشارع عبد العزيز وتشتري منه كل اللي انت ممكن تكون محتاجه. بيطل على شارع عبد العزيز كمان شوارع العشماوي والبيضق وشارع رشدي الشهير وشارع شريف الكبير زي ما انتوا شفتوا. ويمكن زي ما انتوا شايفين كده ثراء القاهرة وغناها، يعني يشوفوا في جزء صغير كده احنا لفينا اهو، شفنا قصر اللي هو قصر عابدين، احنا موجودين جوه منطقة تجارية شهيرة جدا، شفنا مناطق أثرية، شفنا عمارات قديمة. يعني ما بيفصلش ما بينهم الا امطار قليله جدا. يعني انت ممكن في يوم واحد وفي منطقه صغيره تيجي في مزار زي متاحف قصر عابدين مثلا، وتلف تتفرج على الاجهزه الكهربائيه، وتدخل على شارع محمد علي هتلاقي فيه سوق للموبايلات اللي هو شارع من متفرع منه شارع العطار، وتروح ميدان العتبه. شيء عظيم جدا، وده بيدل على ثراء وغنى القاهره. زي ما قلت لكم محتاج قدر من التنظيم، وهتكون المنطقه دي منطقه سياحيه على اعلى درجه. احنا طلعنا بالفعل كده على شارع شريف الكبير، ومن شارع شريف الكبير هنهي الرحلة النهاردة في شارع محمد علي، واللي كانت في واحد من اشهر واعرق شوارع القاهرة، وهو شارع عبد العزيز الشهير جدا اللي كلنا بنسمع عنه، لكن يمكن ما زورناش الشارع ده بشكل واسع وما دخلناش كده زي ما قلت لكم على دروب ودهاليز شارع عبد العزيز. اتمنى ان الرحلة النهاردة تكون عجبتكم. انا بستمتع جدا في الشوارع التجارية والشوارع الداخلية كده بشكل كبير جدا، وبكون مستمتع جدا بالرحلات دي. اتمنى ان الرحله تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.